بدي احاول اثبته او نرجع مره ثانيه لنفس مثال النون لينير. عندي هون ساينوسويدال فولتج سورس وهذا في اس هو خلينا افترض انه هذا عباره عن في اوف تي ويساوي في ماكس ساين اوميجا تي. راح اعمل الان اي فيز انجل موجوده ما بين الاثنين، راح افترض انه هذا هون كرنت اي اوف تي، راح افترض انه كرنت اي اوف تي يساوي اي ماكس ساين ان اوميجا تي. ان ايش لازم تكون؟ انت لا مش شرط انتجر، المهم انها تكون ان انتجر. ايش يعني انتجر؟ ايش يعني رقم انتجر؟ عدد صحيح، عدد صحيح يعني 1 2 3 ما بصيرش تكون. فانا ايش عمالي بقول؟ هلا هذه ان ممكن تكون طبعا 1، اذا كانت ان 1 ليش لازم يكون في باور ديليفرد مضبوط؟ واذا كانت ان هون مش 1 يعني كانت 2 و3 و4 هذا اللي احنا نثبته الان، اذا كانت ان 2 او 3 او 4 شو المفروض يكون؟ ما فيش عندي باور ديليفرد. ها فانا هون مفترض انه عندي هون هي ساينوسويدال فولتج سورس هيو هذا اللي هو في ماكس ساين اوميجا تي وسحبت كرنت، طبعا سحبت انا مجموعه من الكرنتس ولهم فريكونسيز مختلفه والفريكونسيز تبعتهم مالتيبلز من الاصليه الفندمنتال، فكاني هون حللت انا اي اوف تي للكومبوننتس المختلفه تبعتهم. هلا اللي بدي اثبته الان انه اذا كانت ان بتساوي 1 في باور ديليفرد، واذا كانت ان بتساوي 2 3 4 5 6 ما فيش باور ديليفرد، بس بكون في عندي رياكتيف باور ما بين الاثنين. هلا حتى احسبها بدي احسب شيء اسمه او بدي اطلع فانكشن اسمها الباور الانستنتينيوس باور. ما تضحكوا يا شباب اذا سمح. الباور الانستنتينيوس باور شو بتساوي؟ لما انا بضرب الانستنتينيوس كرنت بالانستنتينيوس فولتج بيطلع معي الانستنتينيوس باور. الانستنتينيوس باور مش الباور اللي احنا بندرسه اللي احنا بنعرفه. خليني اشرح لها. يعني لو اخذت انا هون عندي هاي فولتج هاي راح ارمز له ب في اوف تي، لاحظوا لما حطيته لور كيس في يعني هون في عندي ويف فورم، وخليني افترض انه الكرنت كان ان فيز وله نفس الفريكونسي وهذا هون اي اوف تي، قديش الانستنتينيوس باور؟ بدي اضرب اي في تي مش هيك؟ بكل لحظه من اللحظات بضرب اي في تي، فلو ضربت هدول الاثنين في بعض راح يطلع عندي شكل زي هيك. هون عندي راح يكون له قيمة زيرو، هون له قيمة زيرو. هلا هون راح يكون له قيمة بيك ماكسيمم، هون راح يكون له قيمة زيرو. راح يضل عندي بوزيتيف، فراح يصير عندي شكله زي هيك. هلا شو بتلاحظوا على هاي الانستنتينيوس باور؟ اللي بالاحمر. لاحظوا هاي حاصل ضرب التنين. ايش بتلاحظوا عليها؟ هل هي ساينوسويد؟ انا راسمها بشكل عكسي بس هي ساينوسويد حسب ضربتي، بس ايش معمول لها؟ شفتي قديش الباور عند النقطة هاي؟ هاي قيمتها، قديش قيمة الباور عند النقطة هاي؟ زيرو، قديش قيمة الباور عند النقطة هاي؟ وهون ردت رجعت؟ زيرو، قديش الافرج باور؟ هاي الافرج باور، الافرج تبعت هاي، فهاي كانها عبارة عن ساينوسويد شو معمول لها؟ شيفتنج لفوق مضبوط؟ الافرج باور تبعها هذا هو اللي اسمه بي. فبي هو الافرج تبع يعني الباور تساوي 1 على 2 باي 0 ل 2 باي بي اوف تي دي تي او بي اوميجا تي دي اوميجا تي. شو بنلاحظ كمان الفريكونسي تبعتها؟ لا طلع مضبوط ضعف هي سايكل ضعف هي سايكل بس هاي عملت سايكل تو سايكلز فالفريكونسي تبعت هاي الباور ضعف بس انا ما بيهمني بي اوف تي صغيره بيهمني باور دايما هون بهاي الحاله بهاي الحاله دائما بهاي الحاله الريل باور ديليفرت للود هي الافرج هذا من هون لو بدات تتغير الزاويه بين اي وفي ايش رح يصير للافرج هذا؟ رح ينزل لاحظوا لو صارت الزاويه بينهم 90 درجه رح يصير الافرج باور زيرو شو يعني الزاويه بينهم 90 درجه؟ امتى بتكون الزاويه 90 درجه بين الفولتج والكرنت؟ بكون عندي اندكتيف لود. الافرج باور بتزيرو زيرو شو يعني؟ لو اجيت انا الان حطيت على اندكتر حطيت هون ساينوسويدا مر عندي كرنت هذا هون في اوف تي وهذا اي اوف تي ما في ايش؟ ما في
فيش باور، فيش ريل باور، لانه الافرج على 2 باي قديش؟ زي ما بخسر كرنت رح يمر كرنت بس الافرج باور، الافرج باور اللي بتروح في هذا الاندكتر زيرو، فرح تلاقي باور بتكون لها ضعف الفريكونسي. يعني هاي ويف فورم، هاي 2 ويف فورمز من هون، هاي واحدة كاملة والافرج تبعها زيرو. طب شو اللي عماله بيصير هون؟ اذا هون في باور رايحة لللود مظبوط، هون ايش في؟ باور راجع من اللود، هون باور رايحة لللود، هون باور راجع لللود. اذا اللي عماله بيصير انه عم بخزن باور في هذا الاندكتور وعمالها بسترجعها، بس النت الافرج باور على 2 باي قديش؟ زيرو. اذا هذا تفسير هون. لما بدي احسب الباور الان اللي باخذ هاللود شو بتساوي؟ بتساوي الانستنتينيوس باور ماخوذ الافرج تبعها، مش هي عملية افرجينج 1 ل 2 باي، 0 ل 2 باي. ماشي واضح يا شباب؟ اكمل ولا في حد عنده سؤال على هاي؟ ايش اللي عم نحاول نعمله احنا؟ بدي اوجد الباور اللي بروح ما بين من السورس لللود. حتى اجد هذا الباور شو عملت؟ بدي اضرب اي اوف تي في بي اوف تي، مظبوط؟ اذا ضربت اي اوف تي في بي اوف تي شو اعطاني؟ بي اوف تي، بي اوف تي سمول، هذه مش الافرج باور، هذه انستنتينيوس باور. حتى اطلع الافرج باور شو بدي اعمل؟ بدي اخذ التكامل من 0 ل 2 باي 1 على 2 باي، او من 0 لباي بالحاله هاي، لان الفريكونسي بتصير ضعف. اذا لو كملنا الان، هلا بدي اعوض محل اي اوف تي في اوف تي، اذا بي عندي بتصير تساوي 1 على 2 باي 0 ل 2 باي. عندي هلا في ماكس في اي ماكس، بعدين عندي ساين اوميجا تي مضروبه في ايش؟ في ساين ان اوميجا تي دي اوميجا تي، مظبوط؟ هدول كونستانتس مش هيك؟ مش بقدر اطلعهم برا؟ طلع برا فبيطلع عندي 1 على 2 باي، او خلينا نطلع في ماكس اي ماكس بالاول. مثلا عندي هون في ماكس اي ماكس او بيك زي ما بدك تسميهم، 1 على 2 باي، وعندي هلا هون من 0 ل 2 باي، عندي ساين اوميجا تي ساين ان اوميجا تي دي اوميجا تي. كيف بدي اكمل من هون؟ هدول الاثنين مضروبين في بعض ومش ساين سكوير، هدول ساين اوميجا تي ساين ان اوميجا تي. شو الفورمولا اللي بدنا نستعملها؟ شوفوا لو جينا استعملناها واشتقيناها فروم فيرست برنسبلز، عندي كوساين اي بلس بي شو بتساوي؟ كوساين اي كوساين شو بتساوي؟ بوسع المكان شوي، اشتقها وبعدين كمليها مره ثانيه. كوساين اي بلس بي بتساوي كوساين اي كوساين بي ماينس ساين اي ساين بي، مضبوط؟ وعندي كوساين اي ماينس بي شو بيساوي؟ بيساوي كوساين اي كوساين بي بلس ساين اي ساين بي. انا شو اللي بدي اياه هون؟ شيء بيشبه ساين اي ساين بي، مضبوط؟ فاذا ضربت واحد منهم في ماينس، خلينا اضرب هذا في ماينس، هذا في ماينس، هذا في ماينس، او لا اثنين بلس عفوا. لو ضربت اللي فوق في ماينس شو بصير عندي؟ بصير عندي هذا بلس، هذا ماينس، هذا ماينس، مضبوط؟ كوساين مش بقدر الان اخذ هذا مع هذا، بصير عندي 2 ساين اي ساين بي شو بتساوي؟ هلا عندي كوساين اي كوساين بي، هذول الاثنين اشتغلوا مع بعض مضبوط. شو بضل عندي الان؟ كوساين اي ماينس بي ماينس كوساين اي بلس بي، حتى اخلص من الاثنين اللي هون. ماشي واضحه هاي الفورمولا؟ اذا محلي هذا اللي فوق واستعمل الفورمولا هاي هلا هون، شو صار ايه عندي هون؟ اوميجا تي، وهذا ان اوميجا تي مش هيك؟ او خليني اخذهم بالعكس، خليني اخذ هذه اعتبرها ايه وهذه اعتبرها بي. فصار عندي هلا هذا بيساوي في ماكس اي ماكس 1 على 2 باي. هلا هون راح احول هاي من 0 ل 2 باي، محل ساين هو ان اوميجا تي، اوميجا تي راح احط اول شيء اي ماينس بي ان ماينس 1 مضبوط؟ فبتصير هذه ساين ان ماينس 1 اوميجا تي على 2 ماينس عفوا كوساين، وبعدين هون عندي كوساين ام بلس 1 اوميجا تي على 2، كل هذا دي اوميجا تي.